بوجه رسالة للمرضى عامة ومرضى السمنة خاصة، إن هم دلوقتي يقدروا يطمنوا على وضع العمليات اللي عملوها، سواء كانت عملية تكميم أو عملية تكميم طولي أو عملية تحويل مسار، بأن هم في فحوصات أشعة مقطعية جديدة دلوقتي بتقدر تطمن على الوضع التشريحي فيما بعد العملية، وفي نفس الوقت بتقدر ان هي توضح اذا كان في مضاعفات للعمليه دي ولا الامور بتبقى مستقره بعد التدخل الجراحي.